أهلا بكم. في ليبيا اليوم حكومتان، واحدة تحظى بثقة البرلمان وأخرى يعترف بها المجتمع الدولي. في ليبيا اليوم أزمات ويجب إيجاد الحلول في ظل أوضاع قاتمة. في ليبيا نفط وعائدات وشعب تنقصه أبسط الخدمات. في ليبيا اليوم ميليشيات ومرتزقة وتدخلات خارجية. ضيفنا يقف مع الجيش الوطني في معركة الحسم. مع رئيس الحكومة الليبية عبد الله ثني نبدأ المواجهة. سيد ثني، مرحبا بك معنا في مواجهة. دعني أستوضح منك مسألة قبل أن نبدأ بالحوار. عرفت عنك قبل قليل بأنك رئيس الحكومة الليبية. عادة كنا نعرف عنك بأنك رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، وهكذا تتعامل معكم الجهات المختلفة. كما فهمت كان هناك قرار مؤخرا من أسبوعين أو ثلاثة بتغيير هذا المسمى من الحكومة الليبية المؤقتة إلى الحكومة الليبية. ما الهدف من هذا القرار؟ هل هو قرار شكلي؟ هل يغير، هل يقدم أو يؤخر شيء في التعامل الفعلي بينكم وبين المجتمع الدولي بشكل خاص؟ أهلا وسهلا بك في سكاي نيوز والإذاعة المتميزة واللي لها نسبة مشاهدة عالية. سيد نحن طبعا كنا الحكومة الليبية المؤقتة، عادة كلمة المؤقتة محدودة بسقف زمني محدد يعني، لكن نحن تجاوزنا الخمس سنوات، ولذلك مجلس النواب رأى أنها تكون الحكومة الليبية وألغى كلمة المؤقتة في جلسة رسمية عقدت في مدينة بنغازي بحضور نواب وأدارها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. وبالتالي تغير الاسم الرسمي للحكومة بدل من الحكومة الليبية المؤقتة إلى الحكومة الليبية. هل هذه خطوة رمزية، خطوة شكلية، أم أن لها يعني أي أثر فعلي على الأرض؟ يعني صحيح تجاوزتم السقف الزمني كما أشرت قبل قليل، ولكن هناك الكثير من الأمور في ليبيا التي ما زالت لم تحل. هل هذه خطوة لها أي معنى حقيقي؟ والله طبعا كخطوة أولى يعني تسبقها خطوات بإذن الله لها معنى كبير جدا، باعتبارها النهاية أولا لأن الرقعة الجغرافية اللي كنا يعني نسيطر عليها كانت محدودة. بعد الأربعة، بعد شهر أربعة اتسعت الرقعة الجغرافية وأصبحوا نحن الآن يعني من 105 بلدية تتعامل معنا 85 بلدية، سواء كان في شرق البلاد، الشرق بالكامل، أقليم من حدودنا مع جمهورية مصر العربية إلى غاية سرت، هذه كلها تحت الحكومة، بالإضافة إلى بلديات أصبحت في الغرب الليبي، الجنوب الشرقي بالكامل، الجنوب بالكامل تحت، الجنوب الغربي بالكامل تحت الحكومة. وبالتالي أصبحت الرقعة الجغرافية للتعامل مع الحكومة الليبية كبيرة جدا يعني. نتحدث عن ثلثي المساحة سيد ثني أم أكثر من ذلك؟ أكثر من ذلك، باعتبار أن نحن حكومة الوفاق ليس لها أي وجود في المنطقة الشرقية أو الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي، إلا في بعض المناطق الموجودة في غرب البلاد فقط يعني. طيب سيد ثني، دعني أسألك يعني سؤال يعني يتساءل الكثيرون ممن يتابعون الشأن الليبي. من يمثل ليبيا اليوم؟ المجتمع الدولي كما تعلم جيدا يتعامل مع حكومة الوفاق، حكومة السيد فايز السراج، على أنها الحكومة الليبية الشرعية. أنتم من هي الدول التي تعترف بكم اليوم؟ نحن الحقيقة يعني نتيجة لفرض الحكومة هذه كمبدأ أساسي، يجب أن سيد مهند أن نحن لا نختلف مع حكومة تكون واحدة وطنية حقيقية تمثل كل طوائف الشعب الليبي في الحقيقة. وكنا نتمنى أن تحظى بثقة البرلمان حتى يتم تسليم الحكومة لهم، ولكن للأسف السيد فايز قدم حكومته مرتين ورفضت من البرلمان وفق الأعراف الدبلوماسية والمعمولة، أن رئيس الحكومة لم يقدم مرتين لا يجوز له أن يقدم في المرة الثالثة. طيب. وبالتالي لم تحظى بثقة البرلمان ولم يمنحها البرلمان الثقة، ومع ذلك المجتمع الدولي يتعامل معها ويصفها بالحكومة الشرعية. المجتمع الدولي يا سيد مهند يتعامل حسب مصالحه.
أولا السيد فايز السراج مع احترامه وتقدير لي لم يتم انتخابه من داخل ليبيا، وليس من الأسماء اللي طرحت أصلا حتى في نقاش السخيرات. كل العالم فوجئ باسمه وتشكيله لهذا الجسم اللي هو كان يكون تسعة أشخاص كان في المجلس الرئاسي. الآن لما نرجعوا للمجلس الرئاسي ونشوف اتفاق الصخيرات نجد أن حوالي 4 أشخاص رئيسيين يمثلوا إقليم الشرق اللي يمثله الدكتور فتحي المجبري ما هوش موجود حاليا في المجلس الرئاسي. إقليم الجنوب بالكامل واللي يمثله السيد الكوني ما هوش موجود. المجلس الرئاسي يتكون من 9 أشخاص، 5 رئيسيين و4 وزراء دولة. الثلاثة الرئيسيين اللي منهم السيد فايز السراج ومنهم السيد أحمد معيتيق ومنهم السيد محمد العماري، منهم 2 رئيسيين مش موجودين. يبقى معناها أصبح الجسم ناقص، يعني حوالي 44% ما هوش موجود. وتقول لي توافق وتقول لي كذا، يعني أصبحت الشرعية متاعها أصلا اللي بني عليها أصلا والقرارات لازم تكون وفقا لموافقة الكل أصبحت ناقصة الآن. يعني هذا من وجهة نظركم سيد إثني، يعني وربما ليبيا. من وجهة نظر الكثيرين في ليبيا، ولكن عمليا اليوم السيد عبد الله السراج يلتقي بزعماء دول، يشارك في مؤتمرات، يجري مفاوضات، يتحدث باسم ليبيا، هذا هو الواقع الحالي اليوم. صحيح سيد مهند، لكن على الواقع هل السيد محمد سيالة ولا السيد فايز السراج يستطيع يتحرك ويأتي إلى مدينة بنغازي أو المنطقة الشرقية أو الأقاليم اللي نحن تحت سيطرتنا؟ هل يستطيع يحرك عميد بلدية؟ هل يستطيع يحرك شرطي؟ هل يستطيع يفعل شيء على الأرض؟ القوة الحقيقية من يتمسك بالأرض هو صاحب القرار، مش من يتشدق بالمجتمع الدولي ومعترف به مجتمع. وماذا قدم له المجتمع الدولي داخل ليبيا على الواقع؟ صحيح المجتمع الدولي يتعامل معها كسياسيا، هذا لا ننكرها حقيقة، لأن هناك مصالح معينة لدى المجتمع الدولي. وأنت تعرف العالم الآن مثلا نحن لينا أكثر من 9 سنوات في قتال، أو لامس نسمع في تصريح يقول والله نحن نتأسف لتوقف النفط. يعني العالم ما يهماش ماذا يحدث في ليبيا، القتال وسفك الدماء، يهم يعني موارد الدولة الليبية فقط. طيب دعني أسألك سيد إثني عن السلطة الفعلية التي تملكها الحكومة في شرق ليبيا. هناك انطباع بأنك أنت وحتى السيد رئيس البرلمان لا تملكان سلطة فعلية في الشرق الليبي. السلطة الفعلية هي للمشير خليفة حفتر، هو الذي نراه يجتمع بقادة الدول، هو الذي يجري مفاوضات ويشارك في مؤتمرات. الأطراف الفاعلة والقوى الدولية تتعامل مع المشير حفتر، أنتم ما السلطة الفعلية التي لديكم صحيح. اليوم؟ لا سيد مهند، نحن أصلا سيد المشير خليفة حفتر أولا شرعيته وخذاها من البرلمان البرلمان الليبي. الآن العالم يتعامل معه باعتباره لديه قوة فعلية على الأرض، والقوة هذه مكملة لبعضها. احنا لما يتحرك السيد المشير يمثل الموقف اللي يمثل البرلمان الليبي، اللي هو وجود بسط نفوذ الجيش الليبي على كامل التراب الليبي لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية لليبيا، وتصبح ليبيا دولة موحدة، ويتم القضاء على الميليشيات هذه اللي موجودة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ومن يأتي به الصندوق فأهلا وسهلا به من أي ولكن أي في نهاية المطاف سيد إثني، يعني المشير حفتر هو قائد عسكري، هو قائد المسؤول عن المؤسسة العسكرية عن الجيش الوطني الليبي، أنتم تلعبون أو من المفترض أن تلعبوا الدور السياسي. نعم، ولكن سيد مهند هذا طبعا الدعوات، احنا ما نفرض روحنا على أنا نتحرك بدون ما تكون لدينا دعوات رسمية من الدول أو بأخرى. أنت عارف العالم يتعامل بمن هو لديه القوة الفعلية واللي ليها على الأرض. نحن مكملين لبعضنا. أولاً القوة يعني أنت تعترف سيد إثني أن قوتكم الفعلية كحكومة على الأرض يعني مش موجودة؟ لا، كيف على الأرض موجودين؟ كيف الأمور سيد مهند؟ الأمور إدارة أمور البلاد وأمور كلها بالحكومة الليبية. الجيش يمارس صلاحياته حماية المنشآت
الأهداف الحيوية يعني الداخلية من يحرك فيها؟ نحركوا فيها نحن. الشرطة بكاملها، الحدود من مسيطر عليها؟ طيب سأعود إلى أسألك عن بعض هذه القضايا سيد إثني، ولكن دعني أتابع إذا سمحت لي في الموضوع السياسي، وخاصة الآن بعد لقاءات موسكو ومؤتمر برلين. يعني ما شاهدناه في مؤتمر برلين على سبيل المثال، لم نلحظ للحكومة المؤقتة التي الآن أصبحت الحكومة الليبية، لم نلحظ لها أي وجود فعلي. شاهدنا السيدة أنجيلا ميركل تجتمع بالسيد فايز السراج، شاهدناها تجتمع بالمشير حفتر. لم يكن لكم كحكومة أي دور فاعل وملموس في مؤتمر برلين، هذا المؤتمر المهم الذي شارك فيه 12 أو أكثر ربما من زعماء العالم. لماذا لم يكن لكم هذا الوجود؟ شوف يا سيد العالم، عدم حضورنا نتيجة القرارات اللي ظهرت واللي تم اعتراف بحكومة الوفاق الوطني. هذا هو السبب الأساسي، الحظر اللي عاملينه المجتمع الدولي على الحكومة المؤقتة. يعني إذا كان العالم يعترف هل يجوز أن العالم يعترف بحكومة لم تنال ثقتها من البرلمان؟ هذه معايير للأسف، يعني العالم يفرض فيها فرض أمر الواقع بالقوة. وليش الآن العالم اعترف بالجيش هذا اللي توى على رأس المشير؟ كيف تم بنائه يعني بين عشية وضحاها؟ هذا مجهود من الحكومة المؤقتة طيلة 5 سنوات ماضية. طيب. بني بإمكانيات الحكومة الليبية المؤقتة. درهم واحد هذا الجيش، درهم واحد ما يستلمش شيء من حكومة السراج. بالتالي نحن نمول في الجيش هذا ونحن ندعم فيه بكل إمكانياتنا. طيب. أيضا سأسألك بعد قليل عن التمويل سيد إثني وعن مصادر الدخل وكل هذه الأمور، ولكن قبل أن ننهي الشق السياسي وما تعلق بمؤتمر برلين تحديدا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتبر أن ما تحقق من اتفاقات مهم، ولكن الأمور لا تزال في بدايتها. هل نستمع إلى ما قاله السيد غوتيريش؟ هذه خطوة مهمة جدا، فهذه كانت المرة الأولى التي تجلس فيها كل تلك الدول التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالنزاع حول طاولة واحدة، وأن يتم إلزامها بدعم وقف إطلاق النار، وإلزامها بحظر الأسلحة، وإلزامهم بدعم العملية السياسية، ووقف أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان، وإلزامهم بدعم إصلاح المؤسسات الاقتصادية والأمنية في البلد. أمر مهم للغاية بالطبع، ولكن هذا مجرد بداية. سيد إثني، كما أشرنا لقاء مهم تم في برلين، لم نسمع إلى موقف واضح من الحكومة في الشرق الليبي بشأن مخرجات هذا المؤتمر، ولا حتى سمعنا بشأن مخرجات لقاء موسكو يعني المتعلق بوقف إطلاق النار. هل لك أن توضح لنا موقفكم بشكل محدد مما جرى في برلين؟ هل أنتم موافقون على مخرجات برلين بشكل كامل؟ سيد مهند، لأول مرة للأمانة يعني نشعر بأن هناك خارطة طريق واضحة، وهناك نية من المجتمع الدولي على الأقل، والسيد غسان سلامة بذل جهد كبير للوصول إلى ما وصل إليه مؤتمر برلين. مؤتمر برلين محدد بخطوات، الحقيقة وجدنا خارطة طريق واضحة. على سبيل المثال 5+5 لأول مرة يتم جمع الأطراف، ثم بعد ذلك هناك الملف السياسي واللي حيتم لقاء الأطراف بالكامل تحت إشراف مظلة المجتمع الدولي، ثم هناك الخط السياسي اللي هو طبعا 13+13+14 تحت. هذه كلها خطوات نعتبرها لأول مرة تحدث منذ 4 أو 5 سنوات ومحددة بسقف زمني، فهذه خطوة مباركة نحن نتمن عليها. أيضا لأول مرة يعترف المجتمع الدولي بأن حكومة الصخيرات انتهت، لأن اعترف الآن بأن لازم يعودوا إلى أن التشكيلة هذه ما هيش تشكيلة حقيقية وما عندها سلطة واقعية على الأرض داخل الدولة الليبية. طيب. إلا في جزء من هل أفهم من كلامك سيد إثني أنكم تؤيدون مخرجات برلين بالكامل؟ لأنه ليس هذا هو الانطباع، على الأقل السيد غوتيريش لا يعتقد ذلك. السيد غوتيريش يقول أحد طرفي الصراع لم يؤكد بشكل علني حتى الآن دعمه لمخرجات مؤتمر برلين،
عليك القبول بشكل كامل بمخرجات قمة برلين، وينبغي أن تكون القيادة من أجل بقاء ليبيا موحدة وقادرة يحكمها الليبيون في سلام وأمن وتعاون مع جيرانها. إذن السيد غوتيريش على ما يبدو غير يعني مقتنع بأنكم تؤيدون بشكل كامل مخرجات مؤتمر برلين. هذا غير مقتنع غير كذا، هذا أمر يرجع لي هو، لكن نحن الأمور تثبت بالخطوات العملية. إذا تم اتفاق 5+5 وتحققت الخطوة الأولى وتم اللي هو المشكلة الأساسية يا سيد مهند، هو عدم توزيع عادل لإيرادات الدولة الليبية منذ بدأت سيطرة حكومة الوفاق الوطني على إيرادات الدولة. نحن لا نحترض على أن تكون لليبيا مؤسسة وطنية واحدة يكون فيها صنعنلة يكون فيها خليفة، هذا مش موضوعنا. موضوعنا الإيرادات لما تدخل لمصرف ليبيا المركزي، هل يعقل أن الإيرادات تدخل لها حوالي الآن 5 سنوات وجزء كبير من إقليم الدولة يتم تمويله بالإقراض وخيرات الشعب الليبي والنفط، أنت تعرف أن غالبيتها من المنطقة الشرقية. هذه الإشكالية كبيرة. المجتمع الدولي إذا كان هو يحل المشكلة يجب أن يحلها على أساسها. طالما لم يتم توزيع عادل لإيرادات الدولة الليبية سيظل هذا الصراع قائم مهما اعترف المجتمع الدولي. كما أشرت لك سيد الثنيس، سنتحدث عن الإيرادات والنفط تحديدا وعن مسألة إغلاق الموانئ وكل هذه في الجزء الثاني، ولكن دعني حتى نختم هذا المحور. اليوم كان هناك مؤتمر لدول جوار ليبيا، كان هناك حديث عن أنه تمت دعوة وزير خارجيتكم لحضور هذا المؤتمر، ولكن صار هناك بعض الإشكاليات، ويبدو أن وزير خارجية حكومة الوفاق بحسب بعض المعلومات رفض التوجه إلى الجزائر بسبب الدعوة التي وجهت إليكم. هل لك أن تؤكد لنا بأنكم تسلمتم دعوة لحضور هذا المؤتمر أو لا؟ في الحقيقة سيد مهند، أولا بمجرد ما تحرك السيد فايز سراج ومشى على رأس وفد للجزائر وجهت لنا دعوة رسمية من وزير خارجية الجزائر، وتم تشكيل وفد من الحكومة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، وتحركوا الجزائر. والجزائريين احنا ممتنين لموقفهم الحقيقة، لأن الحكومة السابقة اللي كانت ما كانتش متعاونة معنا الحقيقة، وكانت منحازة لحكومة الصخيرات، ولكن هذه الحكومة نحن ممتنين لها الحقيقة واستمعوا لنا، ولم توجه لكلا الأطراف لا لينا ولا لسيالة. والدليل اللي ما صرح به وزير خارجية لا استمعت أنا إلى تصريح يعني وزير خارجية الجزائر، هو نفى أن يكون سيالة. قد وجهت أي دعوات سواء لكم أو لحكومة الوفاق. صحيح هذه حقيقة، لكن تشاور معنا للأمانة قبل اللقاء، وذهب وزير خارجيتنا إلى 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 الجزائر على رأس وفد، وضعوا لهم الصورة بالكامل والصورة لدى إخواننا الجزائريين لأول مرة تكون واضحة. الحكومة السابقة اللي كانت على رأسها الوزير خارجية الجزائري ما كانتش متعاونة معنا الحقيقة للأسف، ولكن هذه الحكومة حكومة متعاونة، ولم توجه دعوة لسيالة، ولكن سيالة أراد أن يحافظ على ماء وجهه وأظهر هذا التصريح، ولكن الحمد لله تم تفنيده من وزير خارجية الجزائر. طيب سيد الثني، أرجو أن تبقى معنا، سنعود بعد الفاصل لأسألك عن عدد من القضايا، منها الوضع الميداني، معركة طرابلس، وقف إطلاق النار، مسألة المرتزقة التي موجودين اليوم في ليبيا، ومسألة أيضا النفط وعائدات النفط. فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لمواصلة مواجهة مع ضيفنا الأستاذ عبد الله الثني. صار تدخل رسمي وشكل ما شفنا الانزال وني، لو القياده او المؤسسه العسكريه طلبت تجنيد وني حنكون نحن من اول الناس يعني، لان القضيه قضيه وطن. الحل الوحيد هو اقامه دوله بجيش بكيانات بمؤسسات، هذا هو الحل الوحيد. اذا نتابع الحديث مع السيد عبد الله الثني رئيس الوزراء الليبي. استاذ عبد الله، دعني اسالك عن الوضع الميداني، معركه طرابلس، وقف إطلاق النار. بداية، هل وقف إطلاق النار ما زال ساريا؟ هل هناك أي خروق؟ هل أنتم ملتزمون به؟ سيد مهند، نعم
سألتك عن وقف إطلاق النار سيد إثني، هل ما زال ساريا اليوم في ليبيا وهل أنتم ملتزمون به بشكل كامل؟ طبعا القيادة العامة أصدرت بيان، رغم عدم توقيع القيادة العامة على وقف إطلاق النار إلا أن القيادة العامة ملتزمة بوقف إطلاق النار، ولكن هناك خروقات أكثر من 100 خرق لوقف إطلاق النار تقوم به هذه المجموعات بكل تأكيد، يعني لما ما لهاش قيادة موحدة باش تصدر لها تعليمات وتلتزم بها، يختلف عن الجيش لما تصدر تعليمات موحدة يلتزم بها كل الأطراف، بينما الميليشيات وهالمجموعات الخارجة على القانون ما تلتزمش بالأوامر، كل يأتمر بأمرة قيادته الخاصة به يعني. ولكن بالشكل العام القيادة العامة ملتزمة بوقف إطلاق النار. نعم، هناك من يرى سيد إثني أنه الحكومة في الشرق أخطأت بقبول وقف إطلاق النار لسبب بسيط، الجيش كما يعني فهمنا كان يحقق تقدما ميدانيا ووصل وحرر مدينة سرت وأصبح قريب جدا من قلب العاصمة، وبالتالي البعض يقول كان من الخطأ قبول وقف إطلاق النار، هذا خطأ استراتيجي لم يكن للحكومة أن ترتكبه، وصب في نهاية المطاف في مصلحة حكومة الوفاق والميليشيات التي تدعمها، ميليشيات طرابلس والزاوية ومصراتة وغيرها، ما رأيك في ذلك؟ هذا الكلام ماهوش حقيقة يعني، لأن أولا الجيش البعض يرى أن الجيش طال مدة الصراع في طرابلس يقترب عن أي منطقة مفتوحة، طبعا هناك القتال أصعب أنواع القتال معروف يعني كمفهوم عسكري هو القتال في المدن والقتال في الغابات، بالتالي أن الجيش بيحافظ بقدر الإمكان، كان الجيش هدفه هو محاولة خلق نوع من سحب لهذه المجموعات خارج المناطق المفتوحة اللي هي منطقة جنوب طرابلس والقتال في المناطق المفتوحة، بينما المجموعات هذه كانت دائما تتحصن بالأهالي والمناطق السكنية وبتحتمي بها، وبالتالي إذا كان الجيش بيستخدم السلاح الثقيل بيكون هناك نسبة دمار عالية للمساكن وللأهالي وحيكون في قتلى يعني من المدنيين، الأمر اللي يحاول الجيش بقدر الإمكان تجنب هذا الاشتباك، وبالتالي وقف إطلاق النار نحن إذا كان الهدف تم تحقيقه حتى بدون دخول للعاصمة يبقى هو هذا الشيء المطلوب اللي هو إنهاء هذه المجموعات وتسليم سلاحها وتفكيكها بالكامل حتى تعود العاصمة محررة من هذه المجموعات، وهذه هو مشكلتنا الأساسية مع حكومة السراج اللي هو ارتماء في حضن هذه المجموعات اللي أصبحت هي صانعة القرار في المشهد السياسي الليبي. ولكن سيد إثنين بالعودة إلى معركة طرابلس، يعني تم الإعلان عنها متى؟ في 4 أبريل الماضي، نتحدث الآن عن 10 أشهر تقريبا مضى على بدء هذه العملية العسكرية، تم الإعلان عن ساعة الصفر أكثر من مرة، آخر مرة في 12 ديسمبر استمعنا مباشرة من المشير حفتر يعلن عن ساعة الصفر، ساعة الاقتحام وكل هذه الأمور، ومع ذلك طرابلس لم تتحرر بعد، لماذا برأيك؟ هل هو سوء تقدير عسكري؟ هل هو بسبب ضغوط معينة؟ هل هو بسبب المد التركي الجديد وتزويد الميليشيات بالمعدات وبالمرتزقة؟ لماذا لم يتم تحرير العاصمة طرابلس حتى الآن؟ أولا أنت جاوبت على جزء من السؤال، تركيا لما رأت أن الأمور حتحسم خلال أسبوع أو أسبوعين تدخلت بكل قوة وآتت بالمرتزقة من كافة من سوريا وأصبحت هناك جسر جوي بمعدات متطورة لهذه المجموعات، وأنت تعرف أن الجيش عليه حظر، يعني الجيش لكي يتحصل على السلاح يعاني الكثير جدا، إضافة إلى خطوط إمداداتنا نحن يعني قرابة 1450 كيلومتر حتى، وأنت أعرف أصعب شيء هو خطوط الإمداد والصعوبات اللي واجهها الجيش من الناحية اللوجستية، هذه كلها عوامل تؤدي إلى وجود صعوبات لتنفيذ المهام العسكرية. عادة الحروب لما تفتح بداية المعركة قد يحددها المسؤول العسكري، لكن نهايتها الأمر مش إيده، المتغيرات اللي موجودة على الأرض والتدخلات والضغوطات الدولية كل هذه تأثر سلبا وإيجابا على مجرى العمليات العسكرية في ميدان القتال.
وبالتالي هذا هو اللي أدى إلى أن تتأخر عملية تحرير العاصمة طرابلس، لكن كانت على الوشك للأمانة، يعني لولا التدخل التركي اللي بقوة، وحتى نحن يعني فوجئنا بالتنسيق اللي حصل ما بين الروس والأتراك. نحن تركيا نرفضها شكلا وموضوعا، لان دعني اسالك عن هذا الموضوع تحديدا سيد إثني، يعني مساله الدور التركي والتدخل التركي كما اشرت حضرتك وكما يعتقد كثيرون غير مجريات الامور الميدانيه على الاقل. لنتوقف الان مع تصريح لرئيس حكومه الوفاق الليبيه السيد فايز السراج بشان تحالفاته مع تركيا خلال مقابله اجراها مع قناه بي بي سي، لنستمع. لا نتردد في تعاون مع أي طرف لدحر هذا الاعتداء بأي طريق كانت، ولنا الحق، نحن في حالة دفاع نفس شرعيا، محاولة انقلابية شرعية يقوم بها طرف آخر. اللي يحاولوا يعطونا دروس في هذا يقولون لما يتعرضوا لهذا الأمر شنو يعملوا، أي من الحكومات اللي هي تدعي الديمقراطية يقولون كيف يتعاملوا مع أي طرف متمرد يحاول انقلاب. ما رأيك سيد إثني؟ يعني السيد السراج يقول نحن حكومتان تركية وليبية معترف بنا في الأمم المتحدة ولدينا شرعية، من حقنا أن ندخل في اتفاقات مع بعض بالشكل الذي نراه مناسبا، نحن كما يقول السيد السراج لدينا الحق في أن نتحالف مع أي جهة للدفاع عن أنفسنا، هذا هو المنطق الذي يستخدمه السيد السراج، ما رأيك في ذلك؟ والله يا سيد مهند منطق بتاعه ما هوش منطق صحيح. أولا ما فيش حكومة تصنع قرار بنفسها، الدولة فيها تراتبية، إذا كان فيها مجلس نواب لازم يصادق على، يعني التركي احترم نفسه واحترم مجلس النواب بتاعه وعرض هذا الموضوع على مجلس النواب سيد أردوغان، بينما أنت يا سيد فايز السراج من الذي اعتمد لك التدخل التركي في داخل ليبيا؟ هذا شيء. الشيء الثاني، انت هو يعتبر نفسه الحكومة الشرعية الان المعترف بها دوليا والتي تتعامل معها كل دول العالم، وبالتالي الشرعية لو كان لديه الحق في عقد مثل هذه الاتفاقات. كلام يا استاذ مهند اذا كان كلامه هو صحيح، اذا كان الكلام هذا اذا كان في اعتداء خارجي من خارج دولة اخرى، هذا الذي يحصل، هذا صراع داخلي بين ابناء الشعب الواحد، مش من حقه يستقوي بواحد اجنبي بحجه ان احنا حكومه شرعيه، باهي البقيه الليبيين ما حتى هم اصحاب حق في هذا البلد، يعني منطق اعوج، يعني هل يحق لنا احنا نديروا تحالفات الان مع دول العالم باش نبدو داخل ليبيا في قوتين داخل البلاد؟ هذا ما هوش منطق، لانه عارف روحه لو بقى بدون ما يتدخل الطرف الاخر كانت حتنتهي المشكله وحتصبح مجموعات هذه تنتهي وتصبح الدولة دولة واحدة وتصير انتخابات ويصير رئيس دولة وهكذا، ولكن هو باش يطول مدة بقائه في الحكم ونتيجة لهيمنة الإسلام السياسي والأخوان المسلمين فرضوا عليه فرض. السيد فايز محترامنا وتقديرنا لي، السيد فايز في ذاته أو أحمد معيتيك أو بشاغة هذوما ناس ممكن نتعاملوا معهم لأنهم ناس مش مؤدلجين، لكن مشكلتنا مع المؤدلجين المشري محمد العماري مش عارف، هذوما ناس ينظروا لمصالح الحزب بتاعهم اكثر من مصلحه الدوله والوطن، يعني الوطن عندهم اصغر والحزب عندهم اكبر، وبالتالي المشكله اصبحت مشكله كبيره. المنطق بتاع فايز السراج هذا صحيح اذا كان تم اعتداء على دوله من دوله اخرى تستعين بدولة للقضاء على كلام منطق، لكن طيب. انت هذا صراع داخلي زي ما بين الأسرة الواحدة او الشعب الواحد، تستقوي بواحد اجنبي باش تنتصر على ابناء شعبك، هذا منطق؟ هذا مش منطق. لا، وهو يستخدم نفس المنطق سيد إثني ويقول الدولة. هناك يعني هناك اود ان اتحدث الان عن المرتزقة، لانه الان هذه المسألة اصبحت مسألة لافتة ومسألة تؤثر حتى على سير الامور الميدانية. هناك الان ما يقدر بين 2000 و 3000 مقاتل جاءوا من سوريا من المتشددين من التنظيمات المصنفة إرهابيا في كثير من دول العالم يقاتلون إلى جانب ميليشيات السيد السراج. طبعا السيد السراج يقول يعني الحديث عن المرتزق هذا جزء من الحرب الإعلامية، هو يحاول التقليل من شأن هذه المسألة. لدينا تغريدة من أحد المشاركين السيد مظهر العزاوي يقول فيها: ما هو موقف الشعب والجيش الليبي العربي من الاحتلال التركي؟ وهل لكم إجراءات قانونية تمنحكم الرد عليه؟ أم يبقى السراج
في استباحة الأرض الليبية. ما رأيك سيد ثني؟ سيد مهند، الحمد لله الشعب الليبي كله هب، حتى اللي كانوا إلى حد ما واقفين في المنطقة الضبابية اصطفوا الآن لجانب القضاء ووقفوا وقفة جد واستنكروا التدخل التركي بجميع معانيه، وأصبح الأمر واضح لدى الجليل. المظاهرات في كافة المستنكرة لهذا في الشرق الليبي وفي الغرب الليبي وفي الجنوب الليبي بكونات الشعب الليبي كلها ضد هذا التدخل. حتى الناس اللي كانوا زي ما قلنا في السابق نأوا بأنفسهم ولم يقفوا مع طرف، الآن وقفوا وعرفوا أن الصراع أصبح صراع إيديولوجي واضح. يعني ما مش معقولة أن تجيب لي تركي وتجيب لي استعمار تركي وتدخله وبحجة أن والله أنا حكومة شرعية معترف بها العالم. بقى أنت حكومة شرعية، أنت حل مشكلتك مع شعبك أولا، واحد الشعب الليبي بالكامل. تعال يا سيد فارس سراج للمنطقة الشرقية ودير الكلام، إذا كنت أنت حكومة شرعية تدعي بأنك حكومة شرعية تحرك في المنطقة الشرقية، تحرك في الجنوب الشرقي. ليش ما تتحركش؟ احنا نتحرك بكل أريحية في كافة المناطق. طيب، اللي نحن مسيطرين قبل عليها. أن أنهي المحور العسكري سيد الثني، اسمح لي على المقاطعة، يعني دعني أسألك السؤال الذي يطرح الآن. نعم. كثيرا هناك من يقول، كثير سمعناها من كثير من الساسة وزعماء العالم ومن الأمم المتحدة، لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، الحل يجب أن يكون حلا سياسيا. الرئيس الجزائري بالمناسبة عبد المجيد تبون كان له تصريح حول هذا الموضوع، يقول الجزائر ترفض جملة وتفصيلا سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة في ليبيا. يقول السيد تبون المسار السلمي لحل الأزمة في ليبيا وحده الكفيل بضمان وحدة الشعب الليبي واحترام سيادته بعيدا عن أي تدخل أجنبي. هل ما زلتم تعتقدون بأنه بالإمكان حل هذا الصراع، هذه الأزمة بالطرق العسكرية؟ يا سيد مهند، لو لم يتحرك الجيش ويحاصر العاصمة لما استطعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، ووقوف المجتمع الدولي وقفة رجل واحد وتجميع كل الأطراف في مؤتمر برلين. لينا من 2011 وإحنا الآن 9 سنوات لم يتم حل الصراع هذا. لماذا؟ يسأل نفسهم المجتمع الدولي اللي يقول والله الحل السياسي، ما قدروش يحققوا الحل السياسي بدون وجود قوة على الأرض تفرض الحل السياسي. الآن الأرضية أصبحت مناسبة لكل الأطراف إذا كان هو مستعد يتنازل على السلطة ويقبل بالحل اللي توصل له، هو تشكيل حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي وتشكيل مجلس رئاسي منطقي من رئيس ونائبين. وتوحيد المؤسسة السيادية للدولة والصرف على كافة أنحاء الدولة وعزل السيد الصديق الكبير اللي هو أصلا معزول من 4 ولا 5 سنوات. طيب كيف يتصرف في إيرادات الدولة وتتمسك بإيرادات الدولة وتقول لي والله أنا حكومة وحدة وطنية؟ وتوحيد المؤسسة العسكرية، هذه النقاط لم تتحقق لولا وجود الجيش على تخوم مدينة طرابلس. وبالتالي دخل الجيش أو لم يدخل حقق الغاية المطلوبة اللي هو إجبار الأطراف كلها. طيب. على الجلوس والتفاوض للوصول إلى حل، وهو الغاية المطلوبة. إذن الآن سنتوجه إلى عملية سياسية ومسار سياسي بدون استكمال عملية طرابلس وتحرير طرابلس؟ نعم. هل سنتوجه إلى مسار سياسي في المرحلة القادمة بدون إكمال العملية العسكرية في طرابلس؟ الآن الجيش على الوضعية متاع لا يمكن أن ينسحب الجيش ويعود إلى تكناته كما يتصور السيد فايز السراج وكما يتصور المجتمع الدولي. سيبقى الحال على ما هو عليه، محاصرة هذه المدينة بهذه القوات اللي موجودة على الأرض ويتم التفاوض. تم تحقيق نتائج اللهم بارك، ما تمش. طيب. تحقيق نتائج بعدين كل طرف يتصرف وفق ما يراه، وفق المعطيات اللي يراه. طيب سيد ثني، سنتوقف مع فاصل أخير، أعود بعده لأسألك عن موضوع النفط والعائدات النفطية. فاصل قصير مشاهدينا، أعود بعده لمتابعة المواجهة مع السيد عبد الله.
مشاهدينا نتابع هذا الجزء من مواجهة مع الأستاذ عبد الله أثني رئيس الحكومة الليبية. أستاذ عبد الله، في الوقت المتبقي أسئلة سريعة وأود إجابات سريعة إذا سمحت لي. فيما يتعلق بالنفط، هناك اتهامات من بعض الجهات بأن الحكومة في الشرق سعت إلى تصدير النفط خارج إطار المؤسسة الوطنية للنفط، هل هذا صحيح؟ لا أبدا، ما حصلش هذا. إذا كان عندهم أدلة يثبتوها، ما حصلش إطلاقا. يعني المؤسسة الوطنية للنفط اللي موجودة في طرابلس هي اللي تسوق في النفط، وهي اللي تصدر فيه وتحت إشرافها وبمعرفتها، والسيد صنع الله يعرف ذلك. يعني ما يقدرش ينكر ذلك. ما فيش أي إثبات علينا أن صدرنا النفط بطريقة غير مشروعة. هذا كلام باطل عن الصحة، يعني عاري عن الصحة إطلاقا. هناك بعض التغريدات التي وصلتنا المتعلقة ب هل كنتم محقين في قيام ثورة ضد الرئيس أو الزعيم السابق معمر القذافي؟ اليوم البعض سيد عبد الله يترحم على أيام القذافي، يقول يا ليت البلاد تعود إلى الأمان والاستقرار كما كانت على أيام القذافي، بغض النظر عن تصرفات القذافي آنذاك. ما رأيك؟ يا سيد مهند، شن اللي وصلنا إلى ما نحن فيه الآن؟ لو السيد لو القذافي كان قد يكون السيد القذافي كانت في سياسته الخارجية كانت جيدة، لكن السيد القذافي هو اللي أوصل الشعب الليبي إلى ما وصل إليه الآن من التهميش. دولة فيها نفط، فيها خيرات، في كذا، لا بنية تحتية، لا تعليم صحة، لا صحة زي الناس، لا مراكز متطورة. في بنية يعني تحتية اليوم وتعليم وصحة إلى هذا المستوى. اليوم ليبيا دولة على حافة الانهيار. لا مع ذلك يا سيد، مع ذلك هذا كلام مرفوض بصراحة. هذا يسوق فيه أتباع النظام السابق 4 عقود من الزمن، تخلف بما تعنيه الكلمة، انخفاض في مستوى التعليم، انخفاض حتى في مستوى أخلاقيات الناس بنظرية بالية لا تسمن ولا تغني من جوع. الحقيقة سبب كارثتنا في ليبيا هو النظام الشمولي اللي كان يقود فيه معمر القذافي. صحيح معمر القذافي نجح في السياسة الخارجية في الخارج وكان لديه هيبة ولديه مكانة، ولكن في الداخل كانت سياسة صفر بما تعنيه الكلمة، لم يحقق أي شيء إنجاز. لو بنى الدولة الليبية زي ما بناها المغفور له سلطان قابوس الآن في فترة زمنية واحدة الآن في 70 وهذا في 69، طيب. انظر لسلطنة عمان الآن ما حققته خلال 49 عام، وانظر لليبيا ما هو حققته. لا بنى جيش زي الناس، ولا بنى شرطة، ولا بنى أي شيء. بنى نظام حكم شمولي الحقيقة معتمد عليه هو، ولم يهتم بالشعب، ولم يهتم بالتعليم، وبالتالي حققت الكارثة اللي وقعت. ولا نتأسف الحقيقة على ثورة 17 فبراير، هي المخرج الحقيقي وهي طوق النجاة مهما بقينا أو حتى قعدنا 5 أو 10 سنوات، لكن القادم هو الأساس. ستظل ليبيا موحدة بإذن الله، وستكون هناك حكومة مركزية شاء من أشاء وأبى من أبى. في الدقيقة المتبقية سيد إثني، هل أنت مع إشراك أنصار معمر القذافي في أي حوار حقيقي قد يفضي إلى حل سياسي في ليبيا اليوم باختصار لو سمحت؟ بالنسبة لأنصار النظام السابق، هم في النهاية أبناء هذا الشعب ولا يجب إقصاهم إطلاقا، تعطى لهم الفرصة. من أراد أن يشارك في بناء ليبيا الجديدة، ليبيا 17 فبراير بالمخرجات وبالمعطيات الجديدة، مرحب به وأهلا وسهلا به. لكن من أراد أن يرجعنا للماضي وللنظرية البالية ولما إلى ذلك، هذا شيء مرفوض الحقيقة، لا نقبله. لكن من حقهم، وهم أبناء هذا الشعب، ويجب أن تكون هناك مصالح وطنية حقيقية تلم كل الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية أو الإيديولوجية، ومن يأتي به الصندوق مرحب به. في نصف دقيقة سيد إثني، هل نشهد هذا العام حلا أو بداية حل للأزمة في ليبيا؟ ما رأيك باختصار؟ الحقيقة أنا أتمنى أن أوجه رسائل لإخوتنا للضباط اللي هم زملائنا واللي هم سواء في شرق ليبيا أو في غرب ليبيا، أن يكونوا صادقين في اللقاء متاعهم ويضعوا المصلحة الوطنية لليبيا هي الأساس، ويعملوا على توحيد المؤسسة العسكرية اللي هي الخطوة الأولى لتصحيح المسار. هذه الأولى. الثانية، أتمنى من اللجنة التي تكلف بحل الوضع الاقتصادي أن تكون عادلة في توزيع الثروة على كافة الليبيين، هذه خيرات ليبيا ولا يجب أن تكون عند فلان أو علان، يجب أن توزع بشكل عادل. والرسالة الثالثة اللي هي للمسار السياسي اللي هم 13 و13 و14، ويجب أن يتحدوا في
التركيز على صفات الوطنية ويبتعدوا عن الأشخاص المؤدلجين اللي هم ثلاثة، رئيس ونائبين ورئيس حكومة. وفي نفس الوقت في هذا اليوم نوجه خطاب أرجو أن يكون مسموع من إخوتنا اللي في ليبيا الأحرار، أن يبتعدوا عن الخطاب اللي يستخدموا فيه، الخطاب العدائي والتحريضي. مهما حصل ما بيناتنا، نحن أبناء ليبيا ونحن إخوة ولسنا أعداء. فأرجو أن يكون الخطاب هذا ما فيش داعي لي لأن يغرس الكراهية والعداء. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله ثني رئيس الحكومة الليبية، كان معنا مباشرة من بنغازي. نهاية المواجهة لليوم، مواجهة جديدة مع ضيف جديد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.